ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. دعني أكرم باسمك وأرفعه الآن لألا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنيشان، وطيب وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام.